طيب طبعا يعني ما نقدرش في السادسه نفوت كلاسيكو الارض، الكلاسيكو دي لوس كلاسيكوس زي ما بيسموه في اسبانيا. الكل تابع عوده بريق الكلاسيكو بعد ما فقدوا لسنين طويله جدا بعد مرحله ميسي ورونالدو. تابعنا الحقيقه خساره البارسا في الاولمبيكو، ملعب الاولمبي في برشلونه في مواجهه الريال. طبعا تالق لبيلينغهام كالعاده هو الحاجه الوحيده اللي منوره في ريال مدريد السنه دي، وقدر بهدفين يحسم نتيجه اللقاء لصالحه بنتيجه 2-1. خلينا ناخد كلام على الكلاسيكو على الكوره في اسبانيا. معانا دييجو ريفاز، واحد طبعا من نجوم اتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، نجم اسبانيا طبعا في كره القدم، معانا من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا برحب بيك وبشكرك على مشاركتك معانا ووجودك معانا على قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيك في السادسه. أشكركم على هذه الاستضافة، وإنه لشرف لي أن أتشارك هذه الدقائق معكم والتحدث عن كل ما يتعلق عن كرة القدم، والشرف لي بطبيعة الحال. طيب هبدأ معاك من اللقاء الأهم والأسخن يمكن اللي بيتابعوا يعني عشاق الريال والبارسا في العالم كله، كلاسيكو الأحد، المباراة اللي انتهت بفوز الريال بنتيجة 2-1. إزاي شفت اللقاء، وهل كان فوز مستحق من وجهة نظرك لريال مدريد على حساب برشلونة؟ أعتقد أن النتيجة كانت جيدة بالنسبة لريال مدريد، كانت مباراة جيدة. كل من يعشق كرة القدم ويحب كرة القدم استمتع بكل تأكيد بالمباراة. ريال مدريد كان له فرصتين واستطاع أن يترجمهما إلى هدفين، ولهذا برشلونة سنحت له الكثير من الفرص ولكنه لم يستطع سوى تسجيل هدف. ولهذا يمكنني القول أن ريال مدريد استطاع أن يفوز بالنتيجة، وهي نتيجة عادلة بالنسبة للقدرة التهديفية للفريق. الجميع سواء الجماهير في الملعب أو أمام شاشات التلفاز استمتعت بالحدث الذي كان بمثابة حفل لكرة القدم في إسبانيا، والجميع بطبيعة الحال استمتع بهذه المباراة. إزاي بتشوف ظاهرة جود بيلينغهام الموسم ده، ويبدو أنه المفتاح السحري أو الحل الأمثل لمشاكل ريال مدريد الهجومية، وخصوصا أنه يمكن يكون النجم الأبرز في الريال في أول موسم ليه؟ في إسبانيا هناك قول أن كل شيء انكشف، الجميع يقدم مستويات طيبة. جود بيلينغهام بطبيعة الحال استطاع أن يقدم مستواه القوي وظهر بطبيعة الحال بمستوى كبير للغاية. كريستيانو رونالدو وميسي كان هما من يخطفان الأضواء في الماضي، ولكن مع رحيل ريال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الليغا ظهر لاعبون آخرون مثل جود بيلينغهام. نستطيع الآن أن نستمتع بأداء هذا اللاعب ليس فقط بمهاراته داخل الملعب ولكن أيضا باحترافياته خارج الملعب. هل بتشوف أنه ظهور، يعني اتكلمنا على ليجا نفسها او شكل المسابقه السنه دي، هل بتشوف انه جيرونا ممكن مفاجاه او الحصان الاسود في الليجا، هل ممكن يستمر في منافسه الفرق الكبيره اتلتيكو مدريد برشلونه ريال مدريد حتى نهايه المسابقه؟ ومن وجهه نظرك برضو اعرف ايه اهميه او ايه اهم اسباب تطور مستوى جيرونا بالشكل ده؟ بالنسبة لي السر ونعرفه الجميع، المدرب الذي يمتلكه الفريق ميتشل يمتلك خبرة كبيرة مع الفريق، وهو من المدربين الكبار في إسبانيا. يلعب كرة قدم جريئة دون أي خوف، يستمتع باللعب ويبلغ لاعبيه بأن يستمتعوا باللعب داخل الملعب، ولهذا بطبيعة الحال النتائج تسير على ما يرام مع جيرونا لأنه يقدم كرة قدم جميلة. ولكن الأمر الفاصل في هذه النقطة هو مدى إمكانية الاستمرارية ومدى إمكانية أن يستطيع أن ينافس
ريال مدريد وبرشلونة حتى النهاية، لأن ريال مدريد وبرشلونة نعرف أنهم يمتلكان قوائم كبيرة من اللاعبين، ولهذا عليه أن يكون مستعدا لهذه الحرب حتى النهاية. استبعدت روخي بلانكوس، يعني أنت كنت واحد من نجوم أتلتيكو مدريد، هل تعتقد أن أتلتيكو مدريد عنده فرصة في المنافسة على اللقب السنة دي؟ نعم، لم أستبعد أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد سيكون منافس في كل الأوقات، واستطاع من سنوات عديدة أن يفوز بلقب الليغا من برشلونة. الليغا هذا الموسم، دوري الإسباني هذا الموسم صعب للغاية، لا يمكن التنبؤ بمن سيفوز بالنهاية. بطبيعة الحال الصحف تضع مرشحين أكبر للفوز باللقب الأندية الكبيرة التي تنافس بشكل مستمر، ولكن في النهاية المنافسة داخل الملعب موجودة، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وكذلك جيرونا. إذا استرخى أي فريق من هذه الفرق فالأمور ستكون صعبة بالنسبة له، وعليه أن يفوز بجميع المباريات. هناك ريال مدريد، عليك أن تفوز على أتلتيك، عليك أن تفوز على الكثير من الفرق القوية، فالنسيا أيضا، أي فريق لديه القدرة على المنافسة، ولكن الأهم هو الاستمرار. وبصفتك واحد من نجوم أتلتيكو مدريد، يهمني أسألك عن جواو فيليكس المتألق طبعا مع البارسا السنة دي، ازاي بتشوف تألقه، فرص عودته مرة تانية؟ هل انت مع استمراره وبقائه في الكامب نو او في كاتالونيا، ام مع عودته مرة تانية لأتلتيكو مدريد؟ جواو فيليكس لاعب كبير بطبيعة الحال، أو بشكل شخصي أنا مستمتع بوجوده في الدوري الإسباني بشكل عام، بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له. هو لاعب يمتلك إمكانات كبيرة. أتلتيكو مدريد استغنى عن اللاعب مع الموسم الماضي وذهب لفترة مع تشيلسي. هو في كل الأحوال هو لاعب كبير، قد يعود إلى أتلتيكو مدريد، قد يستمر في برشلونة. سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، وإذا كان برشلونة سيحتفظ به، والرأي في النهاية يعود لي المدير. بعيدا عن قصة الانتماءات، يعني كلاعب كرة في كتير بيروا انه جواو فيليكس تألق، وانه طريقة لعب برشلونة او شخصية برشلونة هي الانسب للاعب بامكانيات جواو فيليكس. لم يتألق بهذا الشكل مع اتلتيكو مدريد، لم يتألق ايضا مع تشيلسي، لكنه تألق مع تشابي ومع برشلونة. أنت تتحدث عن طرق لعب مختلفة. أتلتيكو مدريد يمتلك طريقة لعب، وعقلية سيميوني بطبيعة الحال تختلف عن عقلية تشابي. المدرب هو من يقرر في النهاية مصير اللاعب وكيف سيستفيد من الإمكانيات الفنية لهذا اللاعب داخل الملعب، ولكن في النهاية سنرى الأداء الذي سيقدمه. هو قد أثبت بالفعل أنه لاعب كبير ويقدم مستوى كبير ويستمتع بكرة القدم، ونحن نستمتع بوجوده في الملعب، ولكن في النهاية الأمر يتعلق بالمدرب وبفكره الخططي داخل الفريق. يمكن الموسم ده الميركاتو أو سوق الانتقالات كان قوي جدا، البعض بيرى أنه صفقة ريال جود بيلينغهام ممكن تكون الصفقة الأهم أو الصفقة الأقوى في الميركاتو الأخير. أيضا برشلونة قام بعدد من الانتدابات المهمة، إيكاي جوندوجان، جواو فيليكس، جواو كانسيلو. هل بترى أنه الأندية الأسبانية أصبحت جاهزة للمنافسة على الألقاب الأوروبية مرة تانية؟ وخليني أقول مش بس الريال والبارسا، حتى أتلتيكو مدريد وحتى ريال سوسيداد اللي أنت كنت برضو لعبت ليه في فترة من الفترات. بالنسبة لي فرق الليغا الإسبانية تقدم كرة قوية، ونتائجها في دوري الأبطال نتائج رائعة حتى الآن. إشبيلية كان بطل الدوري الأوروبي في الموسم الأخير، وهناك ريال مدريد كان منافس حتى الأدوار الأخيرة في دوري الأبطال في الموسم الماضي.
الفرق الإسبانية هي فرق منافسة وفرق اعتدنا على أنها تنافس على الألقاب الأوروبية، ولكن الأمر يتوقف في النهاية على الأدوار والمباريات الأخيرة سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية فيما بعد. فياريال أيضا يقدم مستوى قوي في بطولة الدوري الأوروبي، سنرى في النهاية كل فريق ما سيقدمه وكيف سينافس على الألقاب، ولكني أعتقد أن الأندية الإسبانية من وجهة نظرك مين الفرق الأوروبية اللي بتنافس الأندية الإسبانية أو مرشحة مع الأندية الإسبانية لتحقيق الألقاب الأوروبية؟ خلينا نتكلم على مستوى الشامبيونز ليج مبدئيا. دائما هناك مانشستر سيتي هو منافس قوي للغاية وهو حامل اللقب في دوري الأبطال، وهناك باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ الألماني، هناك الكثير من الأندية التي تنافس في كل موسم وتنافس الأندية الإسبانية على لقب دوري الأبطال، ولكني متأكد من أن الأندية الإسبانية ستستمر حتى النهاية وستستمر حتى الأدوار، ستذهب بعيدا في دوري الأبطال وستنافس بقوة على دوري الأبطال لكي نستعيد هذا اللقب مرة أخرى. من الفرق أو الأندية اللي أنت ذكرتها اثنين بيقودهم مدربين أسبان، لويس إنريكي مع البي اس جي وبيب جوارديولا مع السيتي، هل بتشوف أنه يعني تطور الكرة الأسبانية وإحنا داخلين على اليورو 24 والكلام هنا على منتخب أسبانيا، هل منتخب إسبانيا قادر على المنافسة على لقب اليورو؟ وإزاي بتشوف المنتخب الإسباني في الفترة الأخيرة من التصفيات؟ نعم، أنا مقتنع تماما بأن المنتخب الإسباني سيكون منافس وسيستمر حتى الأدوار الأخيرة في بطولة الأمم الأوروبية. منتخب إسبانيا مرشح دائما للألقاب، وبالنظر لقوة الدوري الإسباني أيضا، وأعتقد أن المنتخب سيكون في كامل جاهزيته عند موعد البطولة وسينافس على اللقب. هل ترى أنه يعني أنه يكون ممكن في يوم من الأيام في احتمال أنه بيب جوارديولا ممكن يكون مدير فني مسؤول عن منتخب إسبانيا، وهل ده شيء تتوقع ليه النجاح، ولا بترى أنه تجربة جوارديولا فقط ناجحة على مستوى الأندية؟ الآن هناك مدرب لويس دي لا فوينتي وهو يقدم بكل تأكيد نتائج رائعة مع منتخب إسبانيا وتأهل للنهائيات في ألمانيا. لا نعرف ماذا سيحدث في النهاية. جوارديولا بكل تأكيد هو مدرب كبير، وهناك أيضا لويس إنريكي كان في منصب المدير الفني. هذا يتوقف على ما سيقدمه منتخب إسبانيا من نتائج، ولكن المدربين الإسبان مرشحون دائما لأعلى المناصب. خليني أسألك على اللاعب المصري، لأنه يمكن كتير من قصص نجاح المصريين اتكتبت في الدوريات الكبرى في أوروبا باستثناء الدوري الإسباني، هل عندك تفسير لده؟ يعني في ألمانيا كان في قصص نجاح كتير، في إيطاليا، حتى في إنجلترا النهاردة بنتكلم على مو صلاح واحد من أهم نجوم الدوري الإنجليزي، ولكن في الدوري الإسباني ما يعني لا أتذكر، يمكن تجربة كانت بسيطة جدا للاعب أحمد حسام ميدو مع سيلتا فيجو ما استمرتش الوقت الطويل. أعتقد أن الأمر يتوقف في المقام الأول على شخصية كل لاعب وعلى مدى إمكانية تأقلمه على الأجواء. قد يستطيع لاعب أن يتأقلم على الأجواء في الدوري الإنجليزي وقد لا يتأقلم على الأجواء في الدوري الأسباني. الأمر يتوقف في كل الأحوال على المستوى الذي يقدمه اللاعب، ولكني أعتقد أن الأمر هو محض صدفة ليس له أي علاقة بأي لاعب، ومسألة نجاح محمد صلاح لأن صلاح يمتلك شخصية قوية بطبيعة. هل تأثرت الأندية الإسبانية ب موجة الهجوم الكساحة من الأندية السعودية؟ وبالتأكيد كان ليها تأثير على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التعاقدات، كتير من الأسماء مش بس من إسبانيا لكن إسبانيا وغيرها كمان من ألمانيا ومن إنجلترا تركوا اللعب للأندية الأوروبية واتجهوا للدوري السعودي، برأيك في ده وتأثيره على الليجا في الفترة اللي جاية؟
من الواضح للجميع أن السعودية تضغط بكل قوة وتدفع أموال طائلة لكي تستقطب النجوم وتفوز باللاعبين الكبار في كل دوري أو حتى اللاعبين الشباب الذين قد يستطيعون أن يكونوا نجوما في المستقبل. وفي النهاية أعتقد أن الأمر يتعلق باللاعب، هل اللاعب ينظر إلى نظرة اللاعب، هل اللاعب ينظر إلى اللاعب في أكبر الدوريات العالمية أو اللاعب ينظر أكثر إلى دييغو ريفاز نجم أتلتيكو مدريد ونجم ريال سوسيداد. بشكرك شكرا جزيلا.